مرحبا بكم من جديد أصدقائي. نتعرف في هذا الفيديو على سيرة الفنان الكويتي علي كاكولي. فنان شاب تألق على خشبة المسرح وشاشة التلفزيون، بارع في الغناء أفضل من بعض المطربين، مثلما هو بارع في الاستعراض، جاد جدا ومضحك جدا، سبع مواهب في شخصية واحدة، اسمها علي كاكولي. علي كاكولي 34 عاما، اسمه الحقيقي علي عبد الرضا كاكولي، ولد في 20 من شهر أكتوبر لعام 1986، وهو ممثل كويتي. وأما عن برجه الفلكي فهو برج الميزان. إدمانه للأفلام الهندية وأفلام الأبيض والأسود المصرية نما في داخله ملكة الخيال والتقمص والتقليد، فوجد نفسه منذ الروضة عاشقاً للتمثيل. في المرحلة الثانوية بدأ أولى خطواته العملية، وبفضل براعته في تقمص دور سقراط تم قبوله في المعهد العالي للفنون المسرحية. ومنذ السنة الأولى انطلق على خشبة المسرح، وكانت له مسيرة حافلة بالأدوار والجوائز. وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وشارك في العديد من المسلسلات. ومنها جادة 7، للأسرار خيوط، قلوب حائرة وأيام الفرج، ليلة عيد، وأميمة في دار الأيتام، بوكريم برقبته 7 حريم، الدخيلة، ووجع الانتصار. وأيضا كنة الشام وكناين الشامية، ومذكرات عائلية جدا، وأول الصبح، عطر الجنة، وبسمة منال، ذاكرة من الورق، بين الكناين، باب الريح، كان في كل زمان، لا موسيقى في الأحمدي. وأما عن المسرحيات التي شارك فيها، قلة الأصبع، وصنع في زين، وزين والأقزام الثمانية. لم تقتصر موهبة علي كاكولي على التمثيل فقط، لا بل برزت موهبة الغناء لديه، وسجل العديد من الأغنية بصوته، وهي مبروك، من ورد عمري، وصعبة. حقق علي كاكولي نسب مشاهدة عالية، وفاجأ محبيه بامتلاكه لصوت جميل، لكنه في عام 2016 نفى احترافه للغناء في إحدى المقابلات التي حل ضيفا عليها، وقال: لا أفكر مطلقا في احتراف الغناء، والأغاني التي أطلقها بين الحين والآخر هي من باب ممارسة إحدى هواياتي المفضلة المتمثلة بالغناء. وللعلم لو أنني لم أرى تجاوب الجمهور معي وإبداء إعجابهم بصوتي والأغاني التي قدمتها، لما فكرت مطلقا في تسجيل أغنية رابعة جديدة. وفي عام 2009 تعرض علي كاكولي لحادث غرق كادت تؤدي بحياته لولا العناية الإلهية التي أنقذته في اللحظات الأخيرة. في التفاصيل أنه أثناء تصويره مسلسل للأسرار خيوط كان يجسد دور الغواص، وتطلب منه هذا الدور أن يغوص في عمق البحر في وقت تكون فيه الأمواج عالية، فكاد يغرق لولا تدخل رجال خفر السواحل في اللحظة الأخيرة. علي كاكولي وليلى عبد الله. وفي أبريل عام 2020 بدأ عرض مسلسل رحلة إلى الجحيم الخليجي، وتعرض في الحلقات الأولى للعديد من الانتقادات بسبب بعض المشاهد الجريئة. وفي التفاصيل ظهرت الممثلة اللبنانية ليلى عبد الله في أحد المشاهد ممددة وعلي كاكولي يحاول تثبيتها على الأرض، ثم ظهر وهو يحملها على ظهره. بعدها ظهرت ليلى وهي تدخن في السيارة بجانبه، وأعرب المشاهدون عن استيائهم وطالبوا بوضع حد لهذه المشاهد في هذا المسلسل حتى تحافظ الدراما الخليجية على هويتها
وكان ضغط الجمهور قد تسبب في وقف العديد من المسلسلات الخليجية في السابق. وأما عن حياته العاطفية، على الرغم من امتلاكه قاعدة جماهيرية كبيرة وعدد كبير من المعجبات في العديد من الدول العربية والخليجية، إلا أن علي كاكولي ليس متزوجاً. وحول هذا الموضوع صرح في مقابلة سابقة أنه من الصعب عليه أن يجد امرأة تفهمه وتتحمله، فلديه طقوس خاصة بشخصيته. علي كاكولي ومنعه من دخول السعودية. في عام 2011 أعلنت جمعية المنتجين والموزعين في السعودية قائمة بأسماء 19 فناناً وفنانة تعرضوا للمملكة بالشتم والتعدي والعبارات المشينة، وذلك عندما توجهوا لسفارة المملكة في البحرين. ومن بين هذه الأسماء اسم الممثل علي كاكولي كواحد من الذين لا يمكنهم زيارة السعودية. وأما عن سؤاله لماذا يطلق عليه دائماً صفة الغرور، قال: ربما لأنني هادئ وما لي شغل بأحد، ففي الحقيقة لا أعرف سبب إطلاق الآخرين لهذه الصفة علي، فما قدمته من أعمال أعتبره في مرحلة الإعداد الممثل فقط، ولا يمكن أن أكون مغروراً بسبب أعمال وجوائز معدودة، فإن كنت مغروراً ماذا تبقى لكبار الفنانين المعروفين؟ وبرأيي يجب أن يكون الفنان صادقاً بأدائه وإحساسه وأخلاقه، كما أنه توجد بعض مواقف إنسانية عليه أن يتميز بها. ولكن للأسف نجد الآن لحظات يفضل فيها الفنان المادة على صديقه، وهذه ليست من أخلاق الفنان، وأنا أملك قلباً يحب الفن ولدي أساتذة أحترمهم. وعن سؤال هل تحافظ على أن تكون صورتك مثالية أمام الآخرين؟ قال: نهائياً، فأنا جداً طبيعي ولا يوجد لدي أي تصنع، وبالنهاية الفنان إنسان وكل إنسان لديه عيوب، ولا أعتقد أنني وصلت لهذه المرحلة في أن أحافظ على صورتي المثالية، فأنا إلى الآن لا أعتبر مشهوراً. ومجدداً أحب أن أشكركم على حسن المشاهدة. إلى اللقاء أصدقائي في فيديو جديد.